السلام عليكم، ماش اخباركم؟ كل شي بخير؟ صحيحه لاباس؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا كلكم في صحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نصاوب معكم واحد البسبوسه كتجي رائعه، اقتصاديه، غير بكاس ديال السميده الرقيقه. بسم الله على بركه الله. عندنا البنات 3 ديال البيضات، عندي نص كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت العاديه، وربع كاس ديال الحليب، الحليب غير ربع كاس ماشي نص، وكاس ديال ياغورت اما طبيعي اما بالفانيلا اولا ديال البنان، تا هو كيجي زوين. وعندي جوج خمارات، عندي واحد ساشي ديال السكر فانيلا، وجوج ساشيات ديال الكاكاو. هادو هما المقادير اللي كاينين. كناخذوا الخلاط البنات، كنديروا البيض هو الاول. بسم الله، كنزيدوا الزيت، الحليب، السكر، كنزيدو السكر فانيلا، نزيدو ياغورت. قلت لكم البنات لما بغيتوش ديروه طبيعي ديروه بالفاني ولا ديال البنان، تا هو كيجي زوين، كيتواتى فهاد البسبوسه مع هاد المقادير. صافي، غادي نخلط هاد الشيء مزيان بالخلاط ونرجع معاكم. صافي، هنا غادي نزيدو السميده ديالنا، كاس ديال السميده لا زياده ولا نقصان، وغنزيدو ساشيات ديال الكاكاو جوج، وجوج خمارات، ونعاود نخلط. صافي البنات، هذا هو القوام ديالها، راه كتجي شويه جاريه ولكن راه مع السميده دغيا غادي كتشرب. المول هنايا رانا دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بالسميده الرقيقه. بسم الله، صافي غادي ندخلها دائما. انا قلت لكم لي كيك ولا هادشي كله ديال البسبوسه ولا لي طارت كلشي كندير فران بارد البنات، والعافيه من طبيعه الحال منقوصه، مني غادي طيب غتخرج نخرجوها ان شاء الله، وغادي نوريكم لاصوص باش غادي نسقيوها. هنا البنات في لاصوص باش غادي نسقيو البسبوسه ديالنا، عندنا كاس كبير ديال الحليب، وعندي هنا 14 قطعه ديال الشوكولا. اما ديروا الشوكولا اللي كتكون بالحليب اولا ديروا النوعيه اللي كتستعملوها للحلويات. انا عندي هنايا غالا، غادي ندير هادو، هنا البنات البسبوسه ديالي راه خرجتها خليتها حتى بردات لحقاش لاصوص غادي تكون سخونه، لانه دائما العكس، الا كانت لاصوص بحال السيرو مثلا بغينا نسقيوها بالسيرو يكون بارد معليش، الا كانت البسبوسه سخونه. مي هنايا اليوم عندي العكس لحقاش الحليب مع الشوكولا لا خليته غيبرد غادي يجمد. دابا غادي نقطعها بعدا،
من بعد ما قطعتها غادي ندير ليها تقيبات هكايا باش تدخل ديك لاصوص فيها. صافو غادي نسقيها بهذا. بسم الله. راه خا تشوفوا لاصوص كثيره، راه كلها غادا تشربها البنات. شتو هي بدات كتشربها. صافي البنات زينتها بشويه ديال الكركاع، زين كيبقى دائما على حساب الاختيار ديالكم. وهنايا غادي ندير واحد الخطوط صافي البنات. درت ليها خطيطات، هي نورمالمون خاصهم يكونوا رقيقين. المهم تزيين كيبقى على حساب الاختيار ديالكم. انا لحقاش البلاستيك فاش درت هاد لاصوص، هادي درت لها ثقبه كبيره، داكشي علاش خرجت دوك الخطوط هكاك كبار. ديروهم غير رقاق. انا قطعت معكم طريف، راه مازال ما بردتش البنات، شتو باقا ما تشربتش لاصوص مزيان، راه كتجي رائعه صدقوني. وجربوها، تقدو ديرو في بلاصه الكركاع ديرو اللوز، كتجي رائعه البنات. ولكن خليوها حتى تبرد مزيان، تشرب مزيان هذاك ديك لاصوص ديالها. بالصحه والراحه. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم ان شاء الله ويروقكم، وجربوها البنات. اقتصاديه، ما فيهاش شي حاجه اللي هي كثيره، وتزيين كنقول لكم دائما على حسب الموجود عندكم وعلى حسب الاختيار ديالكم وديال وليداتكم وعائلاتكم. ما تنسونيش بلي لايك وبالتعاليق ديالكم الجميله. خليت لكم الراحه، في امان الله، بسلام عليكم.